أسأل عدنان جان في أديامان عن تأثير هذا الزلزال الذي ضرب في البحر المتوسط على مقربة من منطقة هاتاي، هل أثر أو وصل أثره إلى منطقة أديامان عدنان؟ وكذلك يعني أطلعنا على تطورات الوضع لديك فيما يخص عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض، رغم أن الأمل أصبح ضئيلا في وجود أحياء، هل صمت الأنين هناك عدنان؟ سونيا، فيما يتعلق بالهزة التي ضربت مدينة هاتاي يوم أمس، سكان مدينة أديامان هنا يقولون بأنهم اعتادوا على هذه الهزات الارتدادية ولم يعد يلقوا لها بالا بعد الفاجعة الكبرى والزلزال الذي كان بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر، وبالتالي أكثر من 4000 هزة ارتدادية منذ 6 فبراير وهو التاريخ الذي وقع فيه الزلزال الكبير، وبالتالي لا يأبه هنا كثيرا لهذه الهزات الارتدادية، لا سيما بأن معظم المنازل هنا باتت فارغة تماما، لا أحد يقيم أبدا داخل منزله. المدينة هي مدينة أشباح، ومن يحاول فقط الدخول إلى منزله يحاول انتشال بعض الأشياء التي يستخدمها داخل الخيمة التي لجأ إليها، وبالتالي معظم المنازل في مدينة أديامان أو جميعها على الإطلاق فارغة تماما من سكانها بسبب تعرضها للتصدعات والتشققات. بكل الأحوال هنا في هذه المدينة عمليات انتشال الأنقاض وأيضا محاولات الوصول إلى جثث العالقين تحت أنقاض هذه المنازل المدمرة ما زالت متواصلة. لم ترد أنباء للأسف الشديد منذ يوم أمس وحتى هذه اللحظة عن تمكن فرق الإنقاذ من الوصول إلى أي ناجين في هذه المدينة، والجهود الآن في هذه الأثناء منصبة على محاولات فرق الإنقاذ انتشال الجثث العالقة تحت أنقاض هذه المنازل المدمرة، لا سيما بأن حجم الركام كبير جدا، نحن نتحدث عن 1480 مبنى دمر بالكامل في مدينة أديامان، بالإضافة إلى تصدع وتشقق وشبه انهيار لأكثر من 4000 مبنى في هذه المدينة، وبالتالي هذه أديامان بحاجة إلى إعادة إعمار من جديد. والسلطات التركية تتحدث عن إمكانية أن يتم إعادة بناء هذه المدينة في منطقة أخرى، لأن قسم من مدينة أديامان تم بناؤها على أراضي زراعية، على تربة زراعية غير صالحة للبناء، وبالتالي هذا أيضا أثر على تدمير عدد كبير من هذه المنازل السكنية، وبالتالي في حال تم إعادة الإعمار خلال المرحلة المقبلة فسوف يتم نقل جزء من هذه المدينة إلى منطقة جبلية أخرى تكون أكثر أمانا في حال ضرب الزلزال مرة أخرى هذه المنطقة. سونيا، شكرا لك عدنان جان، كنت مع